فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بغير حق، إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، الافتخار والبغي. الافتخار قد يكون له سبب صحيح، ولكن هذا السبب لا يقتضي أن صاحبه يفخر ويعجب بنفسه، كالعربي الأصيل لا يحق له أن يسخر من العجم. وأما البغي فهو الاستطالة بغير سبب، لأن هذا لا أساس له، فهو وقد نهى الله عن البغي في آيات كثيرة من كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى حرم البغي على الناس والاعتداء عليهم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالبغي مذموم مطلقاً،